كثير عم نشوف هاي الأيام إنه مشروبات الطاقة متداولة بين الشباب وخصوصاً المراهقين، لأنه باعتقادهم رح تعطيهم طاقة وتساعدهم خلال فترة الدراسة على التركيز أكثر. فاليوم رح نقدم لكم تجربة صغيرة لحتى تبين لنا شو هو تأثير مشروبات الطاقة على أجسامنا. حطينا هون عنا حليب، جبنا عصير، مشروب طاقة ومي لحتى نشوف شو تأثيرهم على الحليب. أول شيء رح نعمله إنه رح نضيف العصير على الحليب، من بعدها رح أضيف مشروب الطاقة، وآخر شيء رح أضيف المي. رح أعطيهم شوية وقت لحتى أقدر أشوف إيش التغييرات اللي رح تصير عندي من ناحية العصير مع الحليب، مشروب الطاقة مع الحليب، والمي إذا رح يصير عنا أي تأثير مع الحليب. عم نشوف إنه لما خلطنا العصير مع الحليب صار بس عندي شوية تغيير باللون بسبب لون العصير، أما بالنسبة للمي هون عم نشوف عنا إنه ما صار عندي ولا أي تغيير. بالنسبة لمشروب الطاقة بلش يصير في عندي طبقتين منفصلتين. اليوم استخدمنا الحليب لأنه تركيبته بتشبه تركيبة العظام عنا بالجسم، زي ما عم نشوف هنا التفاعل اللي صار إنه فصل وصار في عندي طبقتين. هاي الطبقتين بتدل إنه أنا لما أخذ كميات كتير كبيرة من مشروبات الطاقة، وخصوصا إنها بتحتوي على نسبة عالية من الكافيين، اللي رح يصير عندي إنه رح تقلل كثافة العظم، وبالتالي لقدام وبالمستقبل رح أفوت بمشاكل أكبر اللي هي مثل مشاكل هشاشة العظم وغيرها من مشاكل العظام. فبدنا نحاول ننتبه للشغلات اللي احنا عم نتناولها وبنشربها، لانه ما بنعرف شو هو تأثيرها على اجسامنا سواء كان فوري او على المدى الطويل. فنحاول ننتبه على المشروبات والاغذية اللي احنا عم نتناولها، لانه ما بنعرف شو هو مفعولها على المدى القريب او البعيد.